أحسن الله إليكم في الدارين. يقول السائل: والدتي تشاهد الأفلام والمسلسلات الدينية وغير الدينية، فما حكم ذلك وكيف أنصحها؟ غريبة المسلسلات الدينية هذا. لا يوجد مسلسلات دينية، وإنما يوجد مسلسلات يزعم أنها تتكلم عن تاريخ الإسلام. المسلسلات والأفلام كلها حرام، سواء ما قيل إنه عن المسلمين وتاريخ المسلمين وبطولة المسلمين أو غير ذلك، لأنها كلها كذب. فيأتي ذاك الذي قد لا يصلي ويقول إنه أبو عبيدة وإنه خالد وإنه حمزة، يراه الناس في دار للسينما يضاجع امرأة، وفي دار أخرى يركب على الخيل يقاتل عن الإسلام والمسلمين، يقول إنه صحابي. كذب وهراء وباطل، لا يجوز. ثم هو بنفسه يكذب ويقول إنه أبو عبيدة وإنه عمر، وليس كذلك. وقد أشار بعض مشايخنا إلى أن فيه أمرا آخر، وهو أنهم يجعلون صورة هذا الصحابي في أذهان الناس هي صورة هذا الرجل أو صورة تلك المرأة، فينشأ الناشئة بل وينشأ المسلمون وهم يتصورون أن خالد بن الوليد رضي الله عنه على هذه الصورة، وأن أسماء على هذه الصورة. وقد زادوا في الحقيقة في هذه السنوات الأخيرة، فأصبحوا يأتون بالخلفاء الأربعة بل والرسل عليهم السلام، وكل هذا من الباطل والمنكر الذي لا يجوز فعله ولا تجوز مشاهدته. وكذلك المسلسلات التي فيها الغرام والهيام والحب، بل أخبرني من أثق به أن هناك من مثل مسلسلات على أنها تاريخية أو يسمونها هم زعما الدينية، ويأتي بقصص حب وأن الصحابي الفلاني يواعد الرومية الفلانية عند جذوع النخل أو عند ما أدري ويقابلها أعوذ بالله، هذه لا تجوز ولسنا بحاجة إليها. ويقولون ندعو إلى الله بها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا والصحابة دعوا وانتشرت الدعوة في الأرض، ما احتاجوا إلى تمثيل وكذب. ومن عجائب بعض الناس أنهم يحتجون على التمثيل بأن جبريل عليه السلام جاء في صورة دحية الكلبي، ويقولون هذا يدل على التمثيل، جبريل عليه السلام كان ممثلا. نقول إذا استطعتم أن تفعلوا ما فعله جبريل فافعلوا، إذا استطعت أن تكون على صورته فافعل، هذا أمر جعله الله عز وجل لجبريل عليه السلام وليس تمثيلا. فهذا الرجل على هيئته وصورته واسمه يتسمى ويتصور بصورة الصحابي أو نحو هذا. أنا أنصح كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن مشاهدة المسلسلات، سواء المسمى بالتاريخية أو المسمى بغيرها، فإنه لا خير فيها، وقواعد شرعنا تقتضي منعها، والله أعلم.